ازيكم يا اصحابي؟ عاملين انتوا دلوقتي في قناة إلعب مع دودو. النهاردة يا اصحابي هنتعلم ازاي نرسم ايس كريم البطيخ. يلا قبل بقى ما نبتدي نرسم اعملوا اشتراك واعملوا لايك لو انتوا كنتوا بتحبوا الرسم. ايس كريم البطيخ سهل جدا يا اصحابي. اول حاجة هنجيب قلم اسود وهنرسم بيه مثلث عادي جدا كده. بعد كده هنقفل المثلث ده بعد كده هنعمل الايد بتاعت الايس كريم وبعدين طبعا البطيخ بيبقى فيه بذر هنحط بقى هنا البذر هنبتدي بقى هنلونه يا اصحابي. طبعا اول حاجة قشرة البطيخ دي بيبقى لونها اخضر طبعا كلنا عارفين البطيخ هنلون القشرة دي لونها اخضر لكن البطيخ نفسه يا اصحابي لونه ايه بقى اللي هيقول يبقى شاطر البطيخ طبعا اللي بناكله كلنا بنحبه بيبقى لونه احمر بس مش هلون البذر عارفين ليه لان البذر بيبقى لونه ايه بذر البطيخ بيبقى لونه اسود كده انا بصوا لونته ناقص البذر لسه ما لونتوش يلا بقى نلون البذر مع بعض ونشوف بقى شكلها هيبقى عامل ازاي ولسه كمان عصايه الايس كريم ما لونناهاش عصاية الايس كريم بيبقى لونها يا اصحابي نعملها لون بني لون البني ده ايس كريم البطيخ جميل قوي يا اصحابي واكيد لما هترسموه هيطلع معاكم جميل جدا وده يا اصحابي شكل ايس كريم البطيخ جميل جدا اعملوه يا اصحابي ولو طلع حلو معاكم اعملوا لايك واشتراك ولو انتوا بتحبوا الرسم بصوا الرسومات دي احنا رسمينها كلها على القناة يبقى لازم تشتركوا في القناة بنحبكم يا اصحابنا باي.